المشي الصحي كما قررت CDC 10,000 خطوة كل يوم، ما يعادل 8 كيلو تقريبا، وهذه تحتاج ساعة ونص تقريبا. شوف، ما بتقدر؟ أضعف الإيمان واللي يقولها دائما نصف ساعة يا أخي. نصف ساعة يعني 2.6 كيلو، يعني تقريبا 2 كيلو ونص، وهذه تأخذ منك زي ما قلنا نصف ساعة. مرة ممتازة، ولكن مهم جدا وتيرة المشي تكون صحية كذا، لأن هناك من قال بأن المشي بهذا الشكل مضر. أخي كيف مضر؟ هذا هو المشي الصحي. مشي السواق اللي كذا يتسوق وطالع، ما تستفيد من الشيء، لأني أبغى أرفع ضربات القلب عشان أدخل في الفوائد كلها. ممتاز، إذا ما ارتفعت نبضات القلب فكأنك أبو زيد ما غزيت. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه كان مشي كذا. ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه كان مشي بهذا الشكل. الصحابة كانوا يقولون إن نمشي معه وإنه لا يشق علينا، نتعب إن نمشي معه. وكان في بعضهم عندما يصف مشيه كان كأنما يتحدر من شعب، وكانوا عندما يصفون خلقته كانوا يقولون قليل اللحم. هذه كلها تجتمع لأنه هذا هو مشي الرسول صلى الله عليه وسلم. إحنا في الأخير مسلمين، يجيني واحد يقول اشتغل هذه في هذه عندي لها دخل سلام.